تيوا افتخر ويلكم. تحيه للكسوة الكويت واهل الكويت. عبد الله افتخر هذا بوك مطلعش مطلع معايا براني تبقاو تلعبوا الرسومه كان علاش الله افتح ما عنديش واخا عليك يا الحريمي واخا عليك قلت ما يدار والله الا قلت ما يدار مصيبه واكي شوفني صح ولا كتفكر قال لك نسيتي البريز لا داك البريز خدام كيبقى خدام او شكون جا جينا شنو بغيتي هنا شي مامك رحلو واخا عليك جينا انا كنت مدرسه وخليتي لي الدار مقلوبه جيت من البنك عرفت كنعمل الشغل انا كنت جيت ان شاء الله درك سكليت خبرك انا جايه دوس نحدا مدرسه عندك واحد بنيته من بعيد كيسحب لي نتينا شعطه شاده شعرها هيدا فهمتيني كيف شي تصرفات بحال هيدا ماما كانت كتعمل وكبقى نضحك عليها دابا نهار اللي كبرت وعملت وليداتي تايانا عرفت المسؤوليه عاد عرفت بحق بزاف الحاجات قسما بالله العلي العظيم انا كنت كنشوف الوالده كتشل القرعه د الزيت كنبقى نضحك حتى انا كنت كنشوفها كتصبن ميكا الا مشي بميكا مزيونه كتصبنها وتنشرا كنبقى نقول لها شحال عندك واش حمقى صافي سيبه في الزباله كتقول لها لاصوص مزيونه هذه لاصوص مزيونه اسبانيا هذه اختي ديال ميركادونا كتقول لي علاش مسيبه في الزباله بنتي دابا اذا كتشلل مثلا شي حاجه قلت لك اعمل في الفوطه جلايه زعما ديال باش ما تقاسش الماغنيت واخا دابا نشريها عمري صراحه ما شريتها حتى هذه فكره مزيونه واخا وصاخت فيها يفيدك الحومه اللي ساكنه فيها الله يعطيك الصحه اسلام غير شحال في عمرك سخوط 16 سنه شحال في الصداقة تاع واهلي صداق معطيلي صداق اربع اسود وخمسة حيتان كبار وقصر في التيك توك ترى الزمان تبدل فين مشات صاحبتك تنسى لي اسمها شكون اماني قولي شكون خاي حنا ما كنكريوش حنا كنشريو وكنشريو كاش لابس اسد يفك رهن اسد رخيص ما فيه ما اسد شنو اسد 4000 درهم كتبقى لك 2500 درهم ولا شيء نشوف الدعم حسابات